ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طيب، مهم أن نفهم هذه الآية، وهي تشبه آية في سورة النحل، من يعرفها؟ وقلناها وإحنا بنفسر سورة النحل بفضل الله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد من ما في السماوات وما في الأرض من دابة وهم لا يستكبرون. إيه بقى السجود اللي في الآية في آية النحل وآية الحج؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة قوي، بيقول: والإشكال في فهم معنى سجود المخلوقات في أن الفهم مقتصر على أن السجود هو وضع الجبهة على الأرض. أول ما أقول لك فلان ساجد، يعني تتخيل صورته هو ساجد حاطط إيه رأسه على الأرض. فلما نقول المخلوقات تسجد، فأنت بتتخيل إن الشمس والقمر والحيوانات والدواب برضو ساجدة زي سجود الإنسان. فبيقول: لا، الكلام ده مش صحيح، لأن السجود نوعان: سجود اختيار وسجود اضطرار. سجود اختيار اللي احنا عارفينه، راجل بيسجد لله عز وجل تعبدا لله. إنما سجود الاضطرار المقصود به هو الخضوع لحكم الله وقضائه وقدره. عشان كده الآية بتاعت النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. عارف يعني يتفيأ ظلاله؟ يعني يتراجع ظلاله من جانب إلى جانب. أي جسم، إنسان، حيوان، جماد، يبقى ليه ظل. الظل ده بيقعد يتحرك، حتى لو أنت واقف في مكانك قعدت ساعات كده في مكانك، الظل هتلاقيه بيتحرك حسب حركة الشمس في النهار أو حركة القمر في الليل. هذا التحرك للظل مش عشوائي، هذا الظل نفسه خاضع لحكم الله وقدره. يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل، عن اليمين والشمائل سجدا لله. ازاي بقى الظلال تسجد لله؟ يعني تخضع لحكم الله عز وجل، ما تتحركش، ما يتحركش الظل من جانب الى جانب الا بتقدير من الله عز وجل، مش حركة عبثية أو حركة هكذا تخرج عن قضاء الله وحكمه. فده يشعرك بقدرة الله التامة، حتى الظل ما يتحركش إلا بإذن من الله عز وجل. فبهذا الاعتبار يكون الظل ساجد لله. تقول لي: أنت بتقول لنا الكلام ده، ما احنا يعني واثقين يعني من كلام ربنا. لا، ما أنت يا إخوانا النهاردة في عصر اللي انتشر فيه الإلحاد والتشكيك في الإسلام، لازم تفهموا الكلام بما يفهمه هو وتقنعه هو، وإلا أنت مسلم لأمر الله. حتى لو ما فهمتش، المسلم يقولك: والله ما دام ربنا قال كده يبقى احنا سمعنا وطعنا. صح، بس أنا بديلك أو بضيف لك حاجة زيادة عند مناقشة أهل الكفر أو المشككين، نكلمه بكلام مقنع يفهمه حتى لا إيه لا يشكك في الدين. فهذا السجود هو سجود الاضطرار. يبقى كل من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء في كون الله ساجد لله، يعني خاضع لحكم الله عز وجل. الآية هنا اللي في الحج جابت النوعين من السجود: سجود الاضطرار في أول الآية، وسجود الاختيار في آخر الآية، زي ما هنفهم دلوقتي. خلاص، أنا أديتك القاعدة بقى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات خاضع لحكم الله وقدره من الملائكة وغيرها، وكل من في الأرض خاضع لحكم الله وقدره من الإنس والجن وغيرهما، والشمس والقمر. طب ما الشمس والقمر
كيف تسجد لله؟ يعني خاضع لحكم الله. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. تقدر تخرج عن التقدير ده؟ متقدرش. هو ده سجود الشمس، هو ده سجود القمر. والنجوم والجبال، وكذلك النجوم والجبال كلها خاضعة لأحكام الله عز وجل. والشجر والدواب، الدواب الحيوانات كلها، كل الحيوانات. اوعى تفتكر في شيء كده خارج عن قدرة ربنا عز وجل. حركة الحيوان بقدر من الله عز وجل وتقدير، حياة الحيوان وموت الإنسان بقدر وتقدير من الله عز وجل. عند كلمة ده والدواب هنا انتهى موضوع السجود الاضطراري اللي هو الخضوع لحكم الله. من بعد كلمة الدواب اللي هي بدايتها وكثير من الناس، هنا السجود الاختياري. ليه عرفنا ان ده السجود الاختياري؟ اللي ربنا قال وكثير، انما لو قال وكل الناس كافرهم ومؤمنهم، يبقى ده السجود الاضطراري. حتى الكافر يسجد لله سجودا اضطراريا، يعني خاضع لحكم الله عز وجل. ينفع ربنا يقول له اجلك في الوقت الفلاني؟ يقول له لا يا رب معلش انا عايش سنتين ثلاثه كمان. لا، لانك خاضع لحكم الله. فالكافر ساجد لله والمؤمن ساجد لله، لكن الكافر ساجد لله سجود اضطراري بس، والمؤمن ساجد لله سجود اختياري واضطراري. فكثير من الناس هنا السجود الاختياري، كثير من الناس المؤمنين الصالحين يسجدون لله طواعية رغبة في إرضاء الله عز وجل. وكثير حق عليه العذاب، ما هو المدام كثير من المؤمنين، خد بالك في النقطة دي، في الناس بتفهمها غلط، إن فاكر مدام كثير من الناس يبقى الباقي قليل. لا، مش شرط. ما لو مثلا الفصل فيه 1000 طالب ونجح 500 طالب، هقول ايه؟ نجح كثير من الطلاب ورسب كثير من الطلاب، لان ما دام العدد كثير قوي. فكثير من الناس مؤمن وكثير من الناس كافر. عشان ما تقوليش ما هو ازاي كثير يبقى نقول لا، مش الكثير، لان العدد كثير جدا. فاذا قلنا المؤمن كثير نقول برضو الكافر كثير. عشان كده في آية النساء بنقول ايه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فناس تقول لك ما هو اذا رجال كثير يبقى نساء. لا، رجالا كثيرا ونساء كثيرات، لان الخلق مليارات، فما فيش مشكله يعني. وكثير من الناس مؤمن وكثير حق عليه العذاب، ابى ورفض السجود لاختياري وأبى عبادة الله عز وجل، فذا كثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. ودي قاعدة يا جماعة مهمة جدا نعيشها في حياتنا. خد بالك، لو مدحك كل الناس وذمك الله فأنت الخاسر. يعني الناس شايفاك راجل بتعمله وتروح وتيجي ونجح في حياتك ومش عارف ايه ومعاك ملايين، طيب، لكن انت غير مؤمن او غير صالح، فانت في الحقيقة انسان فاشل في حياتك. خلينا نقولها بتعبير الفشل والنجاح اللي احنا بنفهمه. فما تغترش بنظرة نجاح الناس ليك، لان ربنا قال ومن يهن الله فما له من مكرم. انت عند ربنا فاشل، هل يفيدك رؤية الناس كلها انك ناجح او معاك ملايين او معاك مناصب او معاك شهادات؟ لا، المعيار الوحيد للنجاح بالنسبة لك هو قدرك عند الله عز وجل. ومن يهن الله فما له، ما دام ربنا قضى انه يذلك او يشقيك فلن تنجح قوة الارض كلها او الناس جميعا ان يجعلوك مكرما، انت مهان عند الله. تقول ده احنا بنشوف ناس كفار عزيزة طول الوقت، فازاي ودول كفار يعني مهانين عند ربنا فمكرمين هم؟ ايوه يا ابني، ما انت لو جمعت عدد سنوات الدنيا مع عدد سنوات الاخره، يعني 100 سنه مع مليارات السنين، فهو عاش ثانيه واحده بالاعتبار يعني، او جزء قليل جدا جدا، لكن طول الوقت هو في شقاء واهانه. ففي الجمله جمع الدنيا مع الاخره هو مهان ومذل، ولن تنجح الدنيا فان تجعله مكرما لانه دخل النار والعياذ بالله. عشان كده اللي بعديه هتكلم عن شقاء اهل النار في النار. فحتى لو كرم من اول ما اتولد لغايه ما مات
ثم دخل النار المليارات السنين المئة سنة دي ولا حاجة لا تسألوا شيء، فهو في النهاية مهان وذليل وشقي. فدي نقطة خطيرة جدا، الإنسان دايما ما يغترش بإكرام الناس وإنما يعتني بإكرام الله له، لأن المادح على الحقيقة. ولذلك الراجل اللي راح للعربي قال للنبي إن مدحي زين وذمي شين، أنا اللي بمدحه برفعه واللي بذمه بوقعه. فالنبي قال له جملة عجيبة قوي، قال له ذاك الله عز وجل، مش أنت يا أعرابي، ده ربنا اللي مدحه زين وذمه شين، اللي مدحه مؤثر وذمه مؤثر، مش الناس، لا أنت ولا غيرك. اللي مدحه مؤثر على الحقيقة ربنا، واللي ذمه مؤثر على الحقيقة ربنا. فبالاعتبار ده ما تنظرش لرضا الناس، ولكن انظر إلى رضا الله عز وجل. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء بحكمته وتقديره سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.